كل أنظار الجماهير الجزائرية تتوجه غدا إلى مدينة بورتونوفو البنينية التي ستحتضن مباراة الحسم بالنسبة لأشبال أليلوزيج أمام منتخب البنين في إطار إقصائية كأس العالم. زملاء مجيد بوغرة وصلوا إلى مدينة كوتونو قبل 48 ساعة من المواجهة، أين وجدوا كل الظروف مواتية للتركيز والتحضير، فالمكوث بالمطار لم يدم سوى دقائق قليلة قبل التوجه نحو مقر الإقامة. بعد ساعات قليلة للاسترجاع بمدينة كوتونو، شد المنتخب الوطني ظهيرة اليوم في حدود الساعة الثالثة زوالا الرحل إلى مدينة بورتونوفو التي ستحتضن المواجهة. وهناك بملعب شاردوغول خاضت العناصر الوطنية أول وآخر حصة تدريبية، خصص الناخب الوطني لمعاينة الأرضية وبعض التمارين الخفيفة. حصة تدريبية كانت مفتوحة للجماهير ورجال الإعلام وشهدت مشاركة كل اللاعبين ما عدا كادامورو الذي سيغيب رسميا عن المباراة بسبب إصابة على مستوى الساق. غياب لن يؤثر على التشكيلة الوطنية في ظل وجود العديد من الخيارات تحت تصرف المدرب أليلوزيج وإصرار كامل العناصر على تقديم مباراة كبيرة. شوف لي كونديسيون كليماتيك ولو تيران كاتاستروفيك. نعرفوا لافريك كيف دايره ان شاء الله. لا اون اي بيان بريباري اون ا بيان ترافايي لي جور سو كونسنتري ان شاء الله خير. هكذا اذا وضع المدرب الوطني وحيد أليلوزيج اخر الرتوشات تحسبا للمباراه الهامه والحاسمه التي تنتظر المنتخب الجزائري غدا بهذا الملعب امام المنتخب البنيني. التحدي، الاصرار وضروره تفادي الهزيمه يبقى شعار التشكيله الوطنيه. كريم عثمان، مبعوث التلفزيون الجزائري، البنين. ومن كوتونو بالبنين يلتحق بنا عبر الهاتف الزميل كريم آيت عثمان. كريم، مساء الخير. مساء الخير أمينة. كيف هي الظروف المحيطة بهذه المباراة المصيرية وماذا كريم عن التشكيلة المحتملة؟ مع الرطوبة المرتفعة جدا أمينة، كل الظروف مواتية من أجل أن يقدم المنتخب الجزائري مباراة في المستوى، خاصة وأنه النتيجة حتمية في هذه المباراة. تفادي الهزيمة أكثر من ضروري، هذا الكلام الذي يدور في كواليس ومحيط المنتخب الجزائري. كل لاعبين يقولون بأنه إذا أردنا أن نحسم الأمور علينا تفادي الهزيمة في هذه المباراة. التشكيلة الوطنية عادت منذ تقريبا 3 ساعات إلى الفندق بعد حصة تدريبية دامت 45 دقيقة. الشيء الإيجابي هو أنه منذ فترة طويلة المدرب الجزائري لم تكن لديه كل هذه الحلول والخيارات، مع ذاك دامورو الذي لم يكن في البداية أساسي في التشكيلة، البقية كلها جاهزة. لذلك إلى حد هذه اللحظة تبقى التشكيلة الوطنية غير واضحة بنسبة كبيرة لأن الخيارات كثيرة. في منصبين تقريبا في محور الدفاع إلى حد الآن المدرب أليلوزيج متردد بين الاعتماد على 3 مدافعين في المحور، أقصد بوغرة بالكلام ومجاني، أو اللعب ب3 لاعبين في الوسط. لماذا؟ لأنه أرضية الميدان صعبة جدا لا تسمح باللعب القصير. لذلك أعتقد أن التشكيلة الأساسية ستحسم غدا على الساعة 10 صباحا في الاجتماع الذي سيعقد بين المدرب الوطني واللاعبين. المهم هو أنه في رغبة، في إصرار، في روح، ولكن هذه المباراة الكل خاصة اللاعبين القدامى يقولوا بأنها تشبه كثيرا مباراة زامبيا، وإن أردنا الذهاب إلى المونديال علينا ألا ننهزم هنا في البنين. علينا ألا ننهزم كريم، ونحن ننتظر فرحة من النخبة الوطنية. كريم أيت عثمان، كنت معنا مباشرة من عبر الهاتف من كوتونو، شكرا جزيلا لك.